سيبي قصي شنو صاحبي هذوما ميسي نعدي في الباك صاحبي ولا ميسي بس مفرقع روحي يا دي ماتريال صاحبي تاع رهيبه ذيرا يا جبا شو موصلنا صاحبي للحكايه هذيا هذيا صاحبي الماتريال اللي باش تنيك بيه روحك اللي باش تاخو بيه الباك صاحبي ريتها يا جبا الكعبوره الصغيره هذيك هذيك اكيد صاحبي ترميها في وذنك لداخل تولي تسمع الحكايات الكل يا دي قصي صاحبي كعبوره هذه صغيره نرميها في وذني انا وكي تعدى المخي ذيبي تدخل في مخي صاحبي كيفاش بتخرجها انا ذي من مخي ما تخافش يا جبا تخرج صاحبي من بعد نحطولك فكير في وذنك ونجبدوها تخرج وهذاك يا جبا التليفون في بوس صاحبي باش تخليها محلوله حتى تكشي لين تخرج انت من الدفوار يا دي قصي صاحبي كيت وتليفون وباري صاحبي كان يفركسوني والحكايه صاحبي يطيحوها مازوما سعملنا صاحبي يا جبا يلزمك التليفون ترفدو من لوطه صاحبي باش في صورة ما يفركسوكم ولا أي موضوع ما يحلبولوش ذوك بيه يا قصي تنرفدو صاحبي في كرار ذيكيكا ما ذوك بيه يا مريك لا يا جبا